نحن هنا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، الساعة تشير إلى 11 صباحاً. لا أثر للأطباء المقيمين الذين قرروا وقف الخدمات الصحية بما فيها الحالات الاستعجالية والمناوبة، قرار أثار قلق المرضى وأدخلهم في حالة ترقب. من 4 يخشون، وبعد منين نروح اللي يقول واحد منا، منين نروح اللي يحرم منا، نروح منا الشيطان. طبيب ما كان، معليش احنا رانا معلم يتساهم كراف كدا يطربوا حقوقهم كدا، معليش، بصح هو دير 5 ولا 6 في ليزيرجونس، هادي ديرها في سبيل الله معليش. غياب الأطباء المقيمين دفع بإدارة المستشفى إلى البحث عن بديل من أجل التكفل بالمرضى وتفادي تأزم الوضع. كانت اون غريف بور لي كونسلطاسيون، ومن بعد ولات اون غريف ميم بور لو مينيموم روكي، ودوك راهي راحت لو بلو غراف سيتادير لي غارد. واش درنا؟ اون ا روديبلواي اون اوتر كاتيغوري دو ميديسان، سي دي جينيراليست، بيسك لي ريزيدون سي دي سبيسياليست اون فورماسيون، ولي جينيراليست سي دي ميديسان جينيراليست كي ترافاي او سان دو لوبيتال et qui sont un peu partout dans les autres services. Donc, عاودنا جابوا مع الإدارة و DAPM عاودوا جابوهم وحطوهم هنا عندي في لي زورجونس باش يديروا الخدمة نتاع لو ترافاي دي ريزيدون. التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين التي تشن إضراباً تجاوز 5 أشهر نشرت بيانات عبر صفحتها على الفيسبوك توضح فيها أن قرارها جاء بعد سلسلة الاحتجاجات وفشل الحوار مع الوزارة الوصية. وبين تمسك الأطباء المقيمين بمطالبهم وإصرار الوزارة الوصية على رفضها، يبقى المريض يدفع ثمن هذا الانسداد.